ما قطعت لا جينواز على ثلاثة، هي قطعتها على ثلاثة. السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم بغيت نوجد اون جينواز مع لاموس شوكولا نوار والكلاصاج. غادي نحتاج اول حاجه، غادي نصايب لا جينواز. غنحتاج ليها 80 غرام ديال ابيض البيض، ما يعادل ابيض ديال 7 ديال البيضات. غادي نحتاج 70 غرام ديال اصفر البيض، ما يعادل 6 ديال اصفار البيض. 120 غرام ديال الدقيق، 40 غرام ديال الكاكاو، 70 غرام ديال الشوكولات اسود نوعيه ممتازه، 40 غرام ديال الزبده. عندي هنايا 70 غرام ديال السنيده، سكر سنيده، وهنا 80 غرام. انا هنا درت واحد ساشي ديال 7 غرام ديال الخميره، ويا اما الفاني يا اما النكهه ديال الزهر، المهم شي نكهه بغيتو تستعملوها، وشويه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي هنا شويه ديال الماء، هذا غادي نحتاجو الكاكاو. المرحله الاولى في هاد لا جينواز كنبداو بالابيض ديال البيض. بسم الله. ندير السكر على ثلاثه ديال المراحل السكر. بسم الله. يكون على هذا الشكل، هذا صافي واجد بحال المنقار، هو كيبان لكم دابا كيكون واجد. غادي نحطو على جنب ونمشي لاصفر البيض. في هذا الاثناء وانا عندي هنا اصفر البيض باقي المقادير، غادي نذوب الشوكولاط وغادي نذوب الزبده وغادي نرجع لكم. انا رجعت لكم. دابا اول حاجه غادي نديرها هي الشوكولات، الشوكولات بودره. غادي نضيف ليها تقريبا واحد كاس الا ربع تقريبا صغير ديال الماء، كنطلقوا شويه بحال هكا في الماء، كاس صغير اولا كاس الا ربع تقريبا بحال هكا. فهاد 40 غرام ديال الشوكولات بودر نطلقها مزيان، عاد باش نبدا نطرب اصفر البيض بهذه الطريقه. لاتني ستيب هو. دابا غادي نطرب اصفر البيض مع هاد النكهة، أي نكهة بغيتو، نكهة القهوة، بغيتو أي نكهة، مع السنيدة. نطرب مزيان. بسم الله. هنا غادي نضيف الزبده، نضيف الشوكولات. غادي نضيف الشوكولات دايب. من بعد ما درت الشوكولات غادي نطرب عاوتاني.
نضيف الكاكاو اللي ذوبت مع شويه مع كاس تقريبا صغير ديال الماء. هاد لا جينواز كتجي المذاق ديالها رائع. المرحلة الثانية هي فاش غادي ندير الشوكولاط واصفر البيض البياض البيض مطرب بسم الله، ونحرك طريقة دائرية بحال هكا. دائما اي حاجة كنضيفوها تقريبا في لاباتيسري كنحاولو نضيفوها على ثلاثة ديال المراحل. هنا غادي يبقى لي غير الدقيق، نضيف دابا الدقيق غتبقى لي الخميرة اختيارية، انا كنبغي نديرها في الجينواز، ونحرك صافي. الخليط منسجم مزيان، غادي نديرو في المول وندخلو الفران على درجة الحرارة 180 درجة حتى طيب لا جينواز. غادي نديرها بهاد الطريقة هادي، غادي نشعل عليه تقريبا غير من التحت 10 دقائق الأولى أولا 15 دقيقة الأولى، غنشعل غير من التحت ومن بعد غادي نشعل التحت والفوق باش يتحمر من الفوق. صافي تكون واجدة عندي لا جينواز. هادي هي لاجينواز من بعد ما خرجتها من الفران،
القطر ديال المول 26 سنتيم. الا بغيتوها تجيكم اعلى ديروا القطر ديال المول غير 20 سنتيم، او لا خليو نفس المول وضاعفوا المقادير، او لا ديروا مقدار ونص. غادي نقسمها على 3 وندوز باش نحضر لاموس. اهم حاجه انه كتجي المذاق ديالها رائع. قطعت لاجينواز على 3، هي قطعتها على 3.